أمير تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شلون سيدنا؟ بارك الله فيك، تفضل. الله يسلمك سيد. هل يحق للمرأة حق الغائط والحاضر من زوجها وهي على غنتها؟ هل يحق للمرأة أن تطالب بمهرها؟ إيه نعم. الحاضر والغائب. نعم. هل أسألك سؤال يا أمير، هل 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 في العقد تسمعني لو لا؟ أكو وشوشة عندك. أسمع السيدة. تمام. أترك التلفزيون بابا، ابتعد عن حتى أتكلم معك بشكل واضح. ابتعد عن التلفزيون. هل كتبت في العقد أنه المهر الغائب للمرأة أن تطالب به، يعني تقول أنه الحاضر هالقد والغايب عند المطالبة، مطالبة الزوجة، أو حددت وقت معين؟ هو على المطالبة، يعني هي مطالبة. جاي جاي جاي. أشكرك يا أخ أمير، أشكرك، حياك الله. أمير، هل يحق للمرأة أن تطالب بمهرها الحاضر والغائب؟ نعم. مرأة تقول يا بنت تزوجتني، زين أعطيني مهري، أعطيني مهري، أنا ممكنة نفسي وأنا مطيك نفسي، أعطيني مهر. سيدنا، مو لازم المهر بعد الطلاق، المهر بعد ما تموت. لا، مو هالشكل. الحاضر والغايب أنا أقدر الآن أطالبه، أقول أعطيني مهري يا ابن الحلال. فيجوز للمرأة أن تطالب بمهرها، ويجب على الزوج أن يعطيها مهرها إذا كان متمكنا. إذا كان متمكنا. إذا ما متمكن يقول يا ابن أعطيني مهلة، فنظرة إلى ميسرة، لأن ما عندي بيني ما بين الله. إذا عنده لازم ينطيها.